نفهم القصه دي. جنود او قوات من بطلميه انتقلت الى ليكوبوليس، الوثيقه دي عثر عليها في ليكوبوليس اللي هي اسيوط الحاليه. فيبدو انه حسب تمرد الوثيقه دي تاريخها من القرن الثالث قبل الميلاد، يعني بعد انشاء بطلميه بفتره وجيزه. فذهبت مجموعه من القوات ربما لقمع التمرد او شيء من هذا القبيل في ليكوبوليس في اسيوط، ويبدو انهم كانوا في مهمه طارئه وسريعه، فقالوا الفلوس بتاعتهم المستحقات النقديه بتاعتهم تحول عليهم في على حساباتهم. شوفوا قد ايه، حتى كان النظام كانت هناك بنوك ومصارف ومبالغ نقديه، مرتبات نقديه تعطى لهؤلاء الجنود اللي هم الميثوفوروي اللي هم يعني المرتزقه، تصرف لهم على حسابهم او على حساباتهم فين؟ في بطلميه. ليه ما اتصرفتش في ليكوبوليس؟ هذا دليل او قرينه على انه هذه مهمه مؤقته، فابعتوا لنا الفلوس على حساباتنا فين؟ في المصرف او البنك بتاع ايه؟ بطلميه. وثيقه ثانيه من سنه 131 قبل الميلاد، من القرن الثاني قبل الميلاد، واحد ضابط في الجيش البطلمي من بطلميه بيصرف سلفه مقدما بواقع مرتب 6 اشهر لضابط من الفرسان، نقل من بطلميه الى ديوسبوليس ميجالي اللي هي دلوقتي ايه؟ طيبه او الاقصر يعني حاليا. الراجل ده كان ضابط في سلاح الفرسان في بطلميه، وانتقل للخدمه فين؟ في طيبه الاقصر حاليا. فعطوا له سلفه تعادل مرتب